شكرا جزيلا على هذا التقديم، وشكر موصول الى جمعيه العمل الوطني الديمقراطي وعن فرع المحرق. واحب انه انوه قبل قراءه ورقتي الى مسالتين، انه راح اقدم مقاربه نظريه ممكن تكون ارضيه ومنطلق الى حوار في مقاربتي الى واقعنا اللي احنا نعيشه. ايضا وللامانه العلميه لابد من التنويه، لان هذه الورقه استندت على عده اوراق قدمت في مؤتمر المواطن قبل 3 سنوات في البحرين، وهي ورقه الدكتور باقر النجار وورقه الدكتور علي فخرو، وايضا ورقتي الدكتوره ابتسام الكتبي من الامارات، وايضا الدكتوره بدرية العوضي، إضافة إلى كتاب دكتور عبد الهادي خليل. مفهوم المواطنة ومرتكزاتها. يمثل مفهوم المواطنة قضية في علم السياسة والاجتماع كونه يشكل مرتكزا أساسيا في بنية الدولة ودستورها، فهو يلامس الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات المدنية المكتسبة للفرد من الناحيتين القانونية والعملية، وذلك من خلال عضويته له الفرد في المجتمع، واستنادا إلى قاعدة المساواة بين أفراده التي تحكم علاقتهم بعقد اجتماعي يؤكد أن المواطنة هي مصدر كل الحقوق والواجبات. في أصل المفهوم تاريخيا يمكن القول أنه تبلور عبر المتغيرات والتحولات التي حدثت منذ العصور الدولة اليونانية والإغريقية القديمة، فضلا عن العصور الوسطى وعصر النهضة والتنمية وثورات أوروبا الكبرى، إذ أكدت جميعها على حقوق الإنسان، كما بين المفكرين انتقال المفهوم من طور الدولة المدنية التي اقتصرت على المالكين للسلطة والثورة الثروة إلى الدولة القومية التي بلورت مفهومي الحقوق والواجبات، ومنه إلى المواطنة الشاملة التي ميزت تطور المجتمع الأوروبي. بدأ التداول بمصطلح المواطنة باعتبارها نوعا من الانتماء إلى المكان الجغرافي، حيث يعيش الإنسان في مكان معين ينتمي إليه، ثم أضيف إليها بعداً آخر والانتماء إلى الجماعة والمكان معاً، الأمر الذي يعني انتماء الإنسان إلى بقعة أرض يستقر فيها بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركاً في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساوي مع بقية المواطنين من مجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي لها كما يحددها قانون الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق. في السياق، هناك من يجد في مصطلح المواطنة ومفهومها تعبيرا عن حالة التباس وإشكالية، وأن هذه الإشكالية ليست بعيدة عن مظاهر تأزم واقع المجتمعات التي تسودها الصراعات والانشقارات، ذلك لأن تفاعل عناصر هذا الواقع إنما تتأسس على ما تحمله تلك المجتمعات من جذور ثقافية وإيديولوجية متقاطعة وأنساق سياسية ودينية ومذهبية ومكونات لقوى اجتماعية وتشكيلات متداخلة في إطار شبكة علاقات الأفراد والجماعات وما تفرزه من صراعات وتعارضات، وهذا ما يجعلها تمس العمود الفقري الذي تتكئ عليه ثقافة المواطنة في الأصل. مما سبق يمكن القول أن مفهوم المواطنة يرتكز على عنصرين أساسيين هما الحقوق والواجبات، والثاني يمثل المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث لا يتحقق مبدأ المواطنة إلا في محيط تتوافر فيه الحرية والمساواة بين المواطنين الذين يكونون المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية والإثنية والطائفية والمذهبية والقبلية. وقد توافقت أغلب الدراسات إلا أن مرتكزات هذه الحقوق تتمثل في الآتي في 3 مرتكزات، اللي هي الحقوق المدنية، الحقوق السياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بالنسبة للحقوق المدنية هي مجموعة حقوق أساسية تنص عليها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمصدق عليها من غالبية الدول العربية والخليجية، كما أنها تتمثل في حق المواطن في الحياة وعدم إخضاعه للتعذيب والمعاملة أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعدم استرقاق أحد
والاعتراف بحرية كل مواطن طالما لا تخالف القوانين ولا تتعارض مع حرية الآخرين، وحق كل مواطن في الأمان على شخصه وعدم اعتقاله أو توقيفه تعسفياً، وحقه في الملكية الخاصة، وحقه في حرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة إليها، وحق كل مواطن في المساواة أمام القانون والاعتراف بشخصيته القانونية، وعدم التدخل في خصوصية المواطن أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو المس بشرفه وسمعته، وحقه في حماية القانون له، وحقه في حرية اعتناق الفكر واعتناق الآراء وحرية التعبير وفقا للنظام والقانون. طبعا لو ما أريد أدخل في التفاصيل، بس هذه الأرضية ممكن إحنا نفتح فيها النقاش والمحاربة في الواقع، يعني وين إحنا وين مثلا الاعتقال والتعسف بعمليات التعذيب والمداهمات وكل أنواع الانتهاكات، بالإضافة إلى منع المواطنين من السفر إلى آخره. بالنسبة للحقوق السياسية، هي حقوق تتضمن حق المواطن في الانتخاب والترشح لعضوية السلطة التشريعية والسلطات المحلية والبلدية، والحق في الانتساب إلى الأحزاب، والحق في المشاركة في الحياة العامة وفي تقلب الوظائف العامة في الدولة دون تمييز على أساس الجنس، بخاصة فيما يتعلق على سبيل المثال، أنا ما أدخل في تفاصيلها، يعني أخذ كده بتتناوله اتفاقية السيداو والمادة رقم 2 التي تدعو إلى مسألة المساواة بين المرأة والرجل. ثالثاً، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعني حق كل مواطن في العمل، والحق في العمل في ظروف منصفة وبأجر عادل نظير عمله. أما الحقوق الاجتماعية فتتمثل بحق كل مواطن بحد أدنى من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير الحماية الاجتماعية، والحق في الرعاية الصحية والغذاء الكافي، والحق في التأمين الاجتماعي وفي السكن وفي المساعدة، والحق في التنمية وفي بيئة نظيفة وفي خدمات كافية لكل مواطن. والحقوق الثقافية تشتمل على حق كل مواطن في التعليم وفي احترام الخصوصيات الثقافية والاعتراف بها. لكن وبمقابل تلك الحقوق، هناك بالطبع واجبات المواطن تتضمن مفهوم المسؤولية، مسؤولية الفرد المواطن الاجتماعية اتجاه المجتمع وأفراده، بما تشمل عليه العديد من المستوجبات مثل دفع الضرائب، تأدية الخدمة العسكرية، احترام القانون، احترام حرية وخصوصية. الأمر الذي يعني أن المواطنة ليست نصوصا ومواد قانونية تثبت حقوق أعضاء جماعة ما كما هي مبينة فقط في الدستور والقوانين، بل يلزمها وعيا من الإنسان بأنه مواطن أصيل في بلده له ما له وعليه ما عليه، وليس مجرد مقيم يخضع لنظام معين دون مشاركة في اتخاذ القرارات داخل هذا النظام. راح أتطرق الآن إلى علاقة المواطنة بالدولة. يجمع الباحثين على أن أهم ما يميز الدولة الحديثة هي المواطنة كثابت جوهري تتشكل على أساس حقوق الدولة، بافتراض أن العلاقة العضوية المتبادلة بينهما تمثل الرابط القائم على المشاركة والاعتراف بالتمثيل المشترك والمتبادل بين الدولة ورعاياها، وهذا ما يجعل العلاقة تمثل وحدة انتماء ذات محتوى ثقافي قانوني سياسي اجتماعي تسمو على وحدات البناء والتماسك التقليدي القائم على وحدات فرعية، مذهبية، عرقية، عشائرية، قبلية، فئوية خاصة. لو تغلبت أي وحدة من هذه الوحدات الفرعية على وحدة المواطنة، فإن الدولة الحديثة تفقد أحد مقوماتها كدولة مواطنة. من هنا فإن ممارسة مفهوم المواطنة يرتبط بشكل كبير بالدولة وبتطورها وتطور مؤسساتها وآليات عملها ودرجة انفتاحها على المجتمع، ما يجعل الحديث عنها لا يستقيم مع دولة قائمة على أسس قبلية وطائفية وعنصرية وعرقية. فالدولة الدكتاتورية الاستبدادية لا يمكنها أن تفسح المجال لنمو مواطنة حقيقية، كونها تحرم قطاعاً كاملاً من الأفراد من حقهم في المشاركة وفي إشباع حاجاتهم الأساسية في أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، لا سيما وكل هذه العناصر تشكل كما ذكرت سابقاً مقومات رئيسية لتحقيق المواطنة. وبالتالي فإن تطبيق مفهوم المواطنة يواجه أزمة جوهرية طالما فشلت الدولة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه تحقيق متطلبات المواطنين وصون كرامتهم وحقوقهم وتوفير الأمان لهم، وهذا ما يؤدي في المحصلة النهائية إلى تآكل شعورهم بالمواطنة
وقد يدفع بهم إلى الانسحاب والإحجام عن تأدية واجباتهم وبالهروب إلى مواطنة بديلة أو التمدد بالاحتماء بجماعات وسطية دينية أو مذهبية أو عشائرية، خصوصا في حال الدولة التي لم يكتمل نموها وتعاني من ضعف شديد، فهي تدفع أي الدولة بقصد أو دونه بعض الجماعات الوسطية لتكون مصدر الولاء والانتماء ولو على حساب الدولة، ما يعني تراجع المواطنة ذاتها في المجتمع. في هذا الشأن يشير الدكتور عبد الهادي خلف في كتابه بناء الدولة بالبحرين، البحرين المهمة غير المنجزة، لأن طبيعة العائلات الحاكمة في منطقة الخليج استطاعت من خلال تحكمها في مؤسسات الدولة أن تصبح الموزع الرئيسي للدخل، خصوصا بعد أن مكنت الفورة النفطية للدولة من إدخال تعديلات على دورها التقليدي الذي تم تعميقها لاحقا وإعطائها صورا تحديثية انعكست على البنية التحتية وتغيرا في النسيج الاجتماعي للمجتمع والمحافظة على الروابط السياسية مع بنى تقليدية قبلية إثنية دينية أو دينية، وهو ما أدى إلى ربط البنى الاقتصادية الحديثة بالبنى السياسية القديمة، وبالتالي وظفت الإجراءات التحديثية وبقى كل نشاط من أنشطة الدولة يصب في خدمة تدعيم سلطة الأسرة الحاكمة، مما انعكس على تعثر بناء الدولة التي وصفها بالمهمة غير المنجزة. فيما وضح الدكتور باقر النجار أنه رغم حجم التغيرات والتحولات التي أصابت المجتمع، بناء المجتمع الاجتماعي والاقتصادي وربما السياسي والثقافي، تبقى مجتمعات الخليج مجتمعات انتقالية حملت أنساقها الاجتماعية قدرا من التغيير والاستمرارية والمقاومة، فأبنيتها السياسية والاجتماعية تبدو في ظاهرها حديثة، إلا أنها تبقى في أدائها لوظائفها محكومة بجذورها التقليدية المقاومة للتغيير رغم ضخامة عوامل التغيير والضغوط التي تخضع لها قوى العولمة وآلياتها. طبعاً كان واضح من الجزء السابق اللي ناولته، هو واضح إنه في هنا حسب الدراسات وحسب المحللين في علاقة مباشرة وقوية بين واقع وضع الدولة وآلياتها ومؤسساتها مع تحقيق الأصول أو أصل مفهوم المواطنة. أيضاً المواطنة لها علاقة وطيدة بمؤسسات المجتمع المدني، لا يمكن أن تتحقق مواطنة في حال وجود مؤسسات مجتمع مدني ضعيفة ومخترقة ومسيطر عليها أيضاً من الجهاز أو الجانب الرسمي أو تحكمها قوانين لا تسمح لها المجال لممارسة أنشطتها بشكل سليم. لذلك في هناك معوقات كما يعني أشرح في الورقة تقف حائل دون تحقيق أسس ومرتكزات المواطنة كما شرحتها وتحدثت عنها في البداية. أبرزها ويمكن إحنا قاعدين نعيش في العصر الحالي هي حالة التشظي التي يعيشها المجتمع، واللي هي أنا من وجهة نظر الخاصة تساهم فيها مساهمة كبيرة الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية، وما تفرز من استقطابات مذهبية تاخذ اشكال ومسميات متعدده. بالاضافه الى هذا هناك في توظيفات ايضا الى توظيفات سياسيه الى الدين سواء كان من قبل الدوله او من قبل المجتمع ومؤسساته الدينيه على حد سواء. ايضا هناك يلعب دور كبير بعمليه التشظي اللي اشرت اليها الرموز السياسيه والدينية، طبعا مش كلهم بهذا القدر وبهذا المستوى، بس واضح انه في لهم دور كبير في تفعيل هذا الجانب. ايضا هناك عندنا الاعلام الرسمي وايضا الاعلام الشعبي، وقد لاحظنا احنا طبعا في البحرين كيف الاعلام الرسمي من خلال الصحف ومن خلال الجرائد ومن خلال وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه لعب دور كبير في مساله التشظي صح التسميه والانشطار في مجتمعنا البحريني وحاله الاستقطاب اللي موجوده بين فئات المجتمع. ايضا لفت نظري في الاوراق اللي ايضا طلعت عليها ما طرحها دكتور علي فخروف ايضا في ورقته في هذا المؤتمر اللي ذكرته قبل سنتين ثلاث،
في مقاربته للواقع، ذكر بأن الإصلاحات التي تمت في مجتمعاتنا في البحرين أو بعض الدول حتى الخليجية تمت بشكل جزئي وانتقائي، وأن هذه الإصلاحات تتعارض بعضها مع تحقيق مصطلح أو مفهوم المواطن. ذكر بأنه في هناك رغبة بأن يكون في هناك انتخابات، ولكن ما يريدون يكون في هناك أحزاب، وهذا لاحظناه يمكن في بعض الدول الخليجية، وإني حتى في البحرين لاحظناها، عندنا جمعيات سياسية ولكن إلى حد الآن لم ترقى وضع الجمعيات السياسية، لم يرقى خلال 10 سنوات منذ تأسيسها إلى أنها تكون تنظيمات حزبية كما هو متعارف عليه في المفاهيم العالمية في تعريف التنظيمات السياسية كأحزاب. وأيضا هي مقيدة بقيود شديدة تتراوح على حسب المد والحراك السياسي بعدا وقربا من يعني وضعتها كمؤسسات سياسية يفترض فيها أن تقوم بدور في إرساء المواطنة كمفهوم إلى المواطنين. لاحظنا أيضا بالنسبة مصطلح تداول السلطة مقرون بمسألة المواطنة، هذا أيضا معدوم. الحريات السياسية أيضا نلاحظها محدودة، خصوصا إحنا بالنسبة لنا في البحرين من بعد الأزمة السياسية، ونلاحظ أن القيود يعني فيما يتعلق بالعمل السياسي والحراك في الشارع كلها تعاني من ضغوط. الأهم من هذا هو واقع السلطة التنفيذية واحتكارها إلى القرار السياسي، وأيضا بالنسبة إلى هيمنتها على السلطة التشريعية، ووجود السلطة التشريعية مثل ما أنتم شايفين تعكس واقع أيضا في نوع من التفتت، في نوع من الشكل أيضا طائفي، في حالة استقطاب. ممكن هذا نفصص فيها أكثر في النقاش، أنا راح أرجع وقتي بس أشرب لي شوية ماي. طبعاً في عندنا اللي هي الإشكالية اللي حدثت يعني من بداية الألفية، من بداية ما تم التحدث عن مشروع إصلاحي، والمسألة الخلافية اللي صارت بعد في سنة 2002 ودستور 2002 ووضع القانوني ووضع القانون الانتخابي، كل هذه القضايا وكل هذه العناصر، أيضاً مسألة توزيع الثروة ومسألة الاحتقانات السياسية، قضايا التجنيس السياسي، الفساد وعدم الشفافية، حالات التمييز الطائفي اللي نلاحظها يعني على مستوى التوظيف والترقي وواقع التعليم والطبقة كل والمناصب الإدارية والقيادية، يعني تروح إلى وين، إلى أي فئات، تروح إلى أي يعني الناس هذول اللي تروح لهم هل هم قريبين بعيدين عن مركز السلطة عن المؤسسة الرسمية، كل هذا عناصر وقضايا مثيرة ولها علاقات جدا كبيرة بمفهوم المواطنة. متى ما تحقق في هناك نوع من التوافق، نوع من الارتياح داخل المجتمع من قبل كل المواطنين، إحساس بأنه في هناك فعلا فرص متاحة وفي هناك أيضا مساواة، كل ما تحقق هذا المصطلح، كل ما ابتعدنا عن هذه تحقيق هذه المفاهيم أو العناصر الأساسية لتحقق المواطنة، نفتقد إلى وجود مواطنة حقيقية، وخصوصا مثل ما ذكرت وأنهي مع مسألة ضعف مؤسسات المجتمع. شكرا.